هنا بمصلحة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة يتواجد إسحاق، عبد الرحمن وبشير، الأطفال الثلاثة الذين تم إنقاذهم من حادثة الغرق بشاطئ الصابلات. الحالة الصحية للأطفال في تحسن مستمر، لا سيما وأن إدارة المستشفى وفرت كل ظروف الاستشفاء. بارابور البارح وبارابور البارح اليوم الأمور دونك تحسنت، ومام الطفل درك وين الحق يمشي وحده ياكل وحده درك ويتكلم راك تشوفي كيفاش راهو. نقولوا ليفوليسيون على تري فافورابل. دونك الطفل الثاني رانا نشوفوا كاني ترى في تحسن. اليوم مثلا هذا الطفل هذا نحيد له كومبليتمون الاكسجين، دونك اوني 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 ترانكيل بور سيت انفون. الطفل الثالث مقارنه للبارح و لو برومي جور اليوم اوني تري كونتون. دونك للطفل هذايا الحمد لله الى ريبون تري بيان دونك او تريتمون. الرعاية الصحية للأطفال رافقتها رعاية نفسية، فمنذ اللحظة الأولى لدخولهم المستشفى تم تخصيص لهم طبيبة نفسانية. تكفلنا بهم، هضرنا معهم، خليناهم يعبروا شوية على يحكيوا بطريقتهم، يعبروا على مشاعرهم وكامل. وثاني ما نساوش الأمهات اللي كانوا في حالة قلق، الحق طمنوا هما كي شافوا لا بريزون شارج كومون لايتي فات. ولمعرفة مدى تحسنهم صحيا اقتربنا من الأطفال فأكدوا تعافيهم وأبدوا ارتياحهم من ظروف الاستشفاء التي أحاطهم بها الطاقم الطبي. لاباس، لا قاموا بنا مليح. تلافي. ربي يحفظهم. بعد الرعاية الصحية والنفسية الشاملة يتعافى إسحاق وعبد الرحمن وبشير تدريجيا على أن يغادروا المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة للالتحاق بعائلتهم وبمقاعد الدراسة.